بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس الأرضي تحييكم. الفيديو الثاني في احنا اتكلمنا عن الفيديو الأولاني ايه هو الميني تنس وفكرة الميني تنس في العالم. النهارده هنتكلم عن الفرق بين الميني تنس والتنس الكبير. احنا لو اتكلمنا طبعا عن الميني تنس وعرفناه هو برضه هندي نبذة بسيطة عن الميني تنس. قلنا ان هو مضرب صغير وكرات اسفنجية وعبارة عن شبكة صغيرة وعبارة عن ملعب صغير يشبه الملعب الراكت او ملعب الريشه الطايره، بيبقى صغير جدا. طب لو جينا نقارن بينه وبين التنس الكبير نلاقي ان التنس الكبير عباره عن ملعب كبير له قواعده، ليه قواعد ثابته، ليه طول معين، ليه رسم معين، ليه مقاييس ثابته. يعني لو قلنا طول مثلا ملعب التنس الاصلي طوله حوالي 79 قدم، يعني بالسنتيمترات 23 سنتي 23 متر و77 سنتي. طب وعرضه في الفردي بيبقى بالقدم حوالي 27 قدم بالسنتيمتر 8 متر و23 سنتي بالنسبه للفردي. لو قلنا العرض للزوجي 36 قدم حوالي 10 متر و97 سنتي. ولو قلنا الشبكه، في شبكه موجوده طول الشبكه او مقياس الشبكه 91 سنتي و4 ملي من السنتي او 91 سنتي ونص تقريبا. دي لها قواعد ولها قوانين ولها مقاييس بالملي. حتى لما بنقول ايه 91 سنتي و4 من 10، يعني معنى ذلك ان هي مقاسه بالقدم بالملي، مقاسه بمعايير ومقاييس موجوده في الاتحاد العالمي والاتحاد الدوليه والاتحادات داخل الدول، دي ثابته. اما نيجي نقارنها بين الميني تنس، الميني تنس ممكن اعمل ملعب 3 متر في 3 متر، 3 متر وشبكه صغيره في وسطهم، مش مشكله، 4 متر و4 متر، 5 متر و5 متر. يبقى اذا انا اقدر الملعب، اذا ملعب الميني تنس ليس له قواعد ثابته وليس له ارقام ثابته. في الممكن ان انا اعمل الملعب بتاعي الكبير ده اقسمه لاربع ملاعب الى ست ملاعب وتصل الى ثمان ملاعب، لو الاولاد كتير تقدر تقسمه لثمان ملاعب. تلاحظ ان الكوره في الميني تنس كوره اسفنجيه خفيفه على قد الاولاد، بنلون الكوره يعني ممكن نخليها حمراء خضراء زرقاء بالنسبه، بنعمل فن للاولاد فاذا بتبقى ملونه. اما في التنس الكبير الكوره لونها اصفر، تبقى لونها اصفر خلاص كلها صفراء، يبقى اذا كلها صفراء. الكوره في التنس الكبير تلاحظ انها مصنوعه من ماده قويه صلبه، ماده مطاطيه صلبه قويه جدا، بتستخدم فيها الضرب بمقاييس معينه ولها نفخه معينه ولها ميزان معين. اما في الميني التنس عندنا الكوره بتبقى خفيفه جدا، بتبقى ممكن كوره عن كوره تفرق، ما تفرقش للبيبي، بحيث بتبقى اسفنجيه مصنوعه من مواد خفيفه جدا بالنسبه للاطفال. تلاحظ ان مدرب الميني تنس له مواصفات تختلف عن مواصفات المدرب التنس الكبير. مواصفات الميني تنس تلاحظ ان لازم يكون مدرب الميني تنس يتخلق، عشان يبقى مدرب ناجح يجب ان يكون عنده معرفه بالنمو الجسماني والذهني للاطفال. التنس الكبير مش شرط الحته دي، هو بيجي له اولاد كبار بيلاعبهم طبقا لمهاراته طبقا لما وصلوا اليه من اللعب، حسب مستوى الليفل بتاع مستوى اللعيب بيحاول مدرب التنس الكبير بيتعامل معاه. اما في الميني تنس بيختلف، تلاحظ ان المدرب في الميني تنس الناجح بيشوف بيشرح شرحا بسيطا وقصيرا، بيوصل المعلومه للطفل على قد ما يقدر وبيركز على النواحي العلميه ويختصر، يعني ما بيطولش. لكن تلاحظ مدرب التنس الكبير ممكن يطول المعلومه ويزودها ويقولها ويعيدها، لكن مع الطفل بيحاول يوصلها ليه زي ما احنا بنقول نوصل المعلومه باقل طريقه سهله ممكن. مدرب الميني تنس تلاحظ ان هو دايما مع الاطفال بيعمل حركات الفن والالعاب، يعني بيحبب الطفل فيه والولد فيه. في الميني تنس بتختلف في التنس الكبير، بيبقى مان تو مان، بيحاول يعامله معامله جامده شويه تختلف عن الطفل. اذا مدرب الميني تنس يختلف اختلافا كليا عن مدرب التنس الكبير، لان مدرب الميني تنس بيبقى ليه مواصفات تختلف اختلافا كليا عن المدرب الكبير. طبعا في يملك الاثنين بقى، في مدرب يدرب تنس كبير ويدرب ميني تنس، عنده الملكة بقى في الاثنين، ان هو يقدر ان هو يأقلم نفسه او يجعل نفسه مع التنس الكبير ماشي ومع التنس الميني تنس بيبقى ماشي. ولكن احنا دلوقتي اصبحت في بعض الدول بتخلي مدرب الميني تنس يبقى مدرب ميني تنس، تخصص من سبيشاليست ميني تنس، يبقى هو متخصص بروفيشنال في الميني تنس. اما التنس الكبير بيبقى ليه ناسه بيشتغلوا في التنس الكبير. شكرا والى اللقاء، وهنكمل في فيديو ثاني ان شاء الله.